بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الصورة رائعة لسديم الحجاب. الحقيقة السدم هي آيات كونية متنقلة في الكون أيها الأحبة، من أعجب حقائق الهندسة الكونية الإلهية هذه السحب. كيف تتشكل؟ كيف تعطي هذه الألوان؟ طبعا هذه الصور ليس من السهل أن تراها، هذه التقطت بواسطة مرصد هابل الفضائي المتوضع خارج الأرض، وأخذت من أكثر من زاوية، وتم جمع هذه الصور بدقة عبر الكمبيوتر حتى تمكننا من رؤية هذه الصورة، التي لو قدر لنا، لو كانت أبصارنا تستطيع أن ترى أكثر من المجال الذي نراه الآن كنا نرى مثل هذه الصور، ولكن قدرة الإنسان على الإبصار محدودة، لذلك يلجأ إلى التلسكوبات وإلى الكمبيوترات وإلى تركيب الصور لتكتمل معه الصورة. أحبتي في الله، هذه الصورة عرضها موقع وكالة ناسا، وكتب عنها إنها صورة من كوننا الرائع بتاريخ 5 أبريل 2021، حديثة جدا. الحقيقة هذه خصل من نجم متفجر، يعني أنا أريد أن أتخيل معكم ما الذي حدث قبل 7000 عام. تقول الوكالة ناسا هناك نجم موجود في درب التبانة قريب منا. طبعا كلمة قريب منا يعني يبعد 1400 سنة ضوئية. 1400 سنة ضوئية تحتاج نحن إذا أردنا أن نسافر بإمكانياتنا الحالية إلى هذا النجم سنحتاج إلى ملايين السنين ولا نصل ملايين السنين ولا نصل، وهو قريب جدا 1400 سنة. قبل 7000 عام هذا النجم انفجر في ما يسمى بظاهرة انفجار النجوم العنيفة أو سوبر نوفا. طبعا في ذلك الوقت ولد كمية كبيرة من السحب وبألوان زاهية. طبعا أيها الأحبة قبل أن أكمل، أنا أستحضر آية لا أستطيع إلا أن أتذكرها وأرددها: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. شبه الله انشقاق السماء ونهاية الكون عندما تنفجر هذه النجوم بالورود والورود المدهنة الملونة. انظروا إلى هذه، كأنك أمسكت فرشاة بألوان وبدأت ترسم هذه. انظروا أحبتي في الله، مثل لوحة فنية. سبحانك يا رب، لوحة فنية حقيقية والله. طبعا هذه ليست رسما، هذه صورة حقيقية. طبعا نحن لا نستطيع أن نراها مباشرة كما قلت لكم، نحن يمكن أن نرى أجزاء بسيطة منها وليس بالعين المجرد، بل نحتاج إلى مراصد عملاقة. ولكن عند جمع أجزاء الصورة تستطيع أن ترى السديم كاملا. هذا السديم أيها الأحبة يمثل بقايا ما يسمى بالمستعر الأعظم أو سوبر نوفا، وسمي بسديم الحجاب. طبعا كلمة سديم بالنسبة للأحبة يعني كلمة في علم الفلك تعني عبارة عن مزيج من الغبار الكوني، الأشعة الكونية، الدخان الكوني، قد يكون فيه بقايا نجوم، قد يكون فيه كربون وكذا ومواد كثيرة جدا. هذا المزيج كله يسمى سديم. طبعا هنا أيها الأحبة هذا السديم كان يغطي 5 أضعاف حجم البدر، يعني قبل 7000 سنة عندما انفجر، ووصل ضوء الانفجار بعد 1400 سنة احسبوا، يعني فكان يبدو كبيرا جدا فيما لو قدر البشر أن يروه طبعا، ولكن انكمش خلال هذه السنوات آلاف السنين وأصبح يبدو بهذا الشكل. طبعا
هذه الصورة المميزة لسديم الحجاب صورة حديثة، وتثبت لنا أولا، تثبت أن الكون عظيم جدا. وهنا أستحضر معكم آية أيها الأحبة، قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالفعل قلة من علماء الفلك هم من يعلموا أو من علموا بهذا الحجم وهذه الدقة وهذه العظمة للكون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا أستحضر أيضا عندما كان حبيب عليه الصلاة والسلام يخرج ويتأمل في الليل ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن عبادة التفكر من أهم العبادات وأعظم العبادات. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون. طب نحن اليوم ماذا نعمل؟ نجلس لنشغل أنفسنا بهموم الدنيا؟ يا أخي خذ استراحة وحلق في هذا الكون سترتاح. يعني أنا اقترحت ذات مرة طريقة للعلاج بتأمل الكون. إذا كنت تعاني من اكتئاب أخي الحبيب، تأمل هذا الكون وتعمق في دراسة علم الفلك. هل مر عليكم عالم فلك مصاب باكتئاب مثلا؟ حتى من الملحدين سبحان الله لا يصابون، لأن دراسة الفلك يعني تشغل حيزا كبيرا من دماغك، وتستشعر ضعفك وتشعر بعظمة الكون وأن هناك قوة كبرى وراء هذا الكون. طبعا نحن نقول إنها قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، الذي قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الإله العظيم الذي خلق لنا هذا الكون وضع فيه هذه السدم والعجائب لنتفكر فيها ولكي تقودنا إلى الخالق عز وجل. لذلك أيها الأحبة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. العقول تحتاج إلى تفكير، إلى عقل، إلى تأمل، لكي نسمو بأنفسنا عن هموم ومشاكل وأحزان هذا العصر، لنعيش حياة مليئة بالسعادة، بالرهبة، بالخوف من الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السدم وهذه المجرات والنجوم. طيب كيف سيكون نار جهنم؟ هذه مشتعلة، هذه هنا درجة حرارة عالية أيها الأحبة. الدخان الكوني والانفجار يولد درجات حرارة عالية، وهذه الألوان هنا تدل على درجات حرارة مرتفعة. اللون الأزرق حرارته أعلى من اللون الأحمر. لذلك النبي كان يدرك أن الكون ملتهب، نجوم ملتهبة، سدم ملتهبة، درجات حرارة حارقة، جسيمات كونية قاتلة. كان يدرك هذا الأمر، علمه الله طبعا. ولذلك عندما ينظر ماذا يقول؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، فيتذكر عذاب النار فيقول: سبحانك فقنا عذاب النار. ونحن نقول أيها الأحبة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب جهنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.